على المنتخب الكولومبي، يحصل على كرة ويبحث عن الوصول إلى منطقة الجزاء. هو واجه تهديد حقيقي في بداية شوط المباراة الأول، وكأنه يريد الرد على هذا التهديد من خلال حصوله على كرة داخل المنطقة وتسديده. الله الله، كولومبيا تعلن عن حضورها الأول في المباراة وتسجل أول الأهداف في كرة كانت صعبة للغاية على تيرنر. تيرنر لم يكن يملك حلا في مواجهة كرة المنتخب الكولومبي الماضية التي تسكن الشباك عبر أرياس الذي يتمكن من تسجيل أول الأهداف، ليتقدم المنتخب الكولومبي الآن على ملعب المنتخب الأمريكي هنا في فيديكس فيلد بالهدف الأول في المواجهة. شوف الكرة رائعة، التمريرة إلى منطقة الجزاء، الخطأ في الإبعاد والتسديد أمامك من أرياس الذي تمكن من الاستفادة من الكرة وسجل أول هدف للمنتخب الكولومبي في اللقاء. أول أهداف المباراة يأتي في مصلحة المنتخب الكولومبي. كولومبيا هل تبدي أعلانها عن استعدادها لكوبا أمريكا اللاتينية من خلال من أمام منتخب لا يرحم؟ الكرة اللعب على الجهة اليمين، عرضية واصلة لمنطقة الجزاء الإبعاد، لتعود الكرة بالرأس إلى باكورد، وهدف ثاني للمنتخب الكولومبي، الهدف الثاني من بوريف، يسجل ثاني أهداف كولومبيا في مباراة تقام على ملعب أمريكا وبين جماهير كولومبيا. تنجح كولومبيا في تسجيل ثاني الأهداف عن طريق بوري الذي يلعب كرة باكورد رائعة، الكرة الساحرة من بوري يسجل فيها الهدف الثاني، احتفالية ورقصة من أمام الأنصار بالهدف الثاني في المباراة. أمامك العرضية من جديد، شوف الكرة الرأسية في الإبعاد ثم المحاولة ثم الكرة بباكورد من بوري، سجل الهدف الثاني في المواجهة. 2-0 تصبح النتيجة عبر كرة رائعة، يا لها من لقطة من جانب بوري. شوف الكرة شوف الكرة شوف الكرة شوف الكرة وشوف بوري وحطها في المرمى، ثاني أهداف منتخب كولومبيا. 2-0 النتيجة للمنتخب الكولومبي في شباك المنتخب الأمريكي الذي يواجه متاعب كبيرة في شوط المباراة الأول. حتى الآن لم نمضي ثلث ساعة في زمن شوط المباراة الأول، لكن قلت لك بأن المخرج الأمريكي لا يتعرف على نيستور لورينزو، لأنه تخيل طيلة أوقات شوط المباراة الأول، والآن في شوط المباراة الثاني لا تأتي الصورة عليه. الصورة يجب أن تأتي هنا، الصورة يجب أن تتوقف هنا عند تيم وياه، عند تيم وياه لاعب المنتخب الأمريكي وابن الوز عوام، ابن الوز عوام. وكما عام جورج وياه في بحار كرة القدم، الآن تيم وياه ابنه يعوم في بحار كرة القدم مع المنتخب الأمريكي ويتمكن من تسجيل الهدف ويقلص الفارق. شوف الكرة اللي مرت في صالحه، وتمكن المنتخب الأمريكي من تسجيل أول أهدافه في المواجهة ليقلص الفارق، وتصبح النتيجة هدفين لهدف بعد هذه الكرة وهذه اللقطة. ثم التمريرة مقطوعة في صالح عناصر المنتخب الكولومبي من الجهة اليمين، الوصول إلى منطقة الجزاء، المرور بتمريرة وتسديدة. الله، ريوس يسجل الهدف الثالث للمنتخب الكولومبي ويقضي على كل آمال المنتخب الأمريكي بالعودة في هذه المباراة بهدف تعادل. ينجح في تسجيل الكرة بشباك تيرنر، هذه المرة للقائم ينجح في إبعاد الكرة ولا تيرنر ينجح في من إبعاد الكرة، هذه المرة حاول المدافعين إبعادها لكن بالفعل الكرة وصلت إلى الشباك، ليعود الفارق مجددا في المباراة إلى فارق هدفين. المنتخب الأمريكي حاول أن يعود في المباراة بهدف تعادل بعد أن تمكن تيم وياه من تسجيل تقليص الفارق، لكن المنتخب الكولومبي نجح من تسجيل ثالث أهدافه وعادت المباراة كما كانت عند الدقيقة 20 بفارق هدفين بتسجيل الهدف الثالث عن طريق ريتشارد ريب. المنتخب الأمريكي هارتر، الكرة اللعب إلى محاولة
للمنتخب الكولومبي. الله 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 الله، الهدف الرابع يتمكن من تسجيله الآن المنتخب الكولومبي عبر البديل كاراسكال الذي جاء ليكمل الليلة بالنسبة للمنتخب الكولومبي ويعلن الفارق الكبير جدا في صالح كولومبيا، وكولومبيا الآن تؤكد على جاهزيتها لمسابقة كوبا أمريكا، تؤكد للجميع بأنها قادمة للمنافسة وبقوة في منافسات كوبا أمريكا عبر هدف الرابع جاء بهذه الطريقة من كاراسكال في شباك المنتخب الأمريكي. شوف التمريرة والهدف الرائع، الهدف الرابع للمنتخب الكولومبي الذي جاء بهذا الشكل عبر نجم كاراسكال الذي جاء بديلا. تحضر بقيمة كبيرة الآن، وهذه كرة اللعب وهدف خامس للمنتخب الكولومبي. كل من يأخذ فرصته للمشاركة في شوط المباراة الثاني هو يأخذ فرصته للتسجيل في شباك المنتخب الأمريكي. الآن كولومبيا تؤكد للجميع على جاهزيتها لمنافسات كوبا أمريكا، وسيسترا يسجل خامس الأهداف. النموذج الكولومبي الحالي أعتقد بأنه منتخب قوي جداً، ويعلن عن جاهزيته ويسجل خامس أهداف الآن في شباك المنتخب الأمريكي. المنتخب الأمريكي الذي ظن بعض الظن في لحظات من المباراة أنه ند للمنتخب الكولومبي بعد تقليصه للفارق، أعتقد أنه منذ الهدف الثالث تخلى عن هذه الفكرة تماما، ويجد بأنه هناك فوارق كبيرة جدا بينه وبين المنتخب الكولومبي بحجم الفارق الكبير الآن في الأهداف في هذه المباراة، والذي يتوسع إلى فارق 4 أهداف. المنتخب الكولومبي تمكن من تسجيل 5 أهداف الليلة في هذه المباراة.